وللمزيد من المتابعة معي عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد. دكتور عمرو، أهمية استخدام الصناديق السيادية في تحسين معدلات النمو في رأيك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. احنا في الحقيقة يعني كل دول العالم المتقدمة وكتير من الدول النامية فيها مجموعة من الصناديق السيادية الهدف منها ترشيد الإدارة الاقتصادية لأصول الدولة، وده بيتم في كل الدول. يمكن احنا عندنا مثلا زي النرويج، يمكن هي اللي بدأت أولى الصناديق السيادية، وعندنا أيضا دول الخليج فيها مجموعة من الصناديق الخاصة بإدارة حصيلة الغاز والنفط. وده في الحقيقة مش النمط اللي موجود في مصر. طبعا ده بيؤدي إلى ضمان استدامة في النمو الاقتصادي وتنويع للمصادر، بالذات الدول اللي عندها مصادر محدودة أو غير متنوعة زي الدول النفطية ودول الغاز. في دول أخرى نشأت فيها فكرة الصناديق، وهي ومنها كتير من الدول النامية اللي بتدير عوائد الخصخصة أو بتعيد استخدام أو استغلال الأصول العامة والدخول فيها في شراكات مع القطاع الخاص. ودي الحالة اللي الصندوق السيادي المصري بيحاول يعملها. وبالتالي احنا هنا بنتكلم على علاقة وثيقة ما بين النمو الاقتصادي والصناديق السيادية من خلال حسن الاستغلال للأصول المملوكة للدولة بشكل يؤدي إلى الحفاظ على نمو مستدام. نعم، طيب هل من الممكن أن تعزز هذه الصناديق حجم الاستثمارات فيما يتعلق بطرح الحكومة في البورصة، أم أنها لها قوانين خاصة؟ الصناديق السيادية لها قوانين خاصة بالطبع، ولكن الصندوق السيادي يستطيع أن يلعب دور المحفز والجاذب لاستثمارات القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، وبالتالي يمكن تنشيط البورصة أو سوق رأس المال، ويمكن جذب استثمارات أجنبية من خلال قيام الصندوق بدوره في تهيئة بعض الشركات لعملية الطرح العام في البورصة أو الطرح المستثمرين الأجانب، لأن ده بيحتاج إلى مراجعة للسياسات المالية والأنشطة والخطط المستقبلية لهذه الشركات، خصوصا أن الحكومة المصرية بتتبنى مبدأ المشاركة أكتر منه التخارج. وهنا احنا بنتكلم مش على بيع شركات بالكامل، إنما بنتكلم على تحسين كفاءة إدارة هذه الشركات من خلال إشراك القطاع الخاص ووضع مجموعة من القواعد الهامة زي الحوكمة والشفافية والمراقبة من خلال انضباط للمعاملات المالية والقواعد الموجودة داخل هذه الشركات قبل طرحها للبورصة. نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن تجربة صندوق مصر السيادي بشكل خاص، يعني كيف ترى هذه التجربة وما تحتاجه في الفترة القادمة؟ حتى الآن تجربة صندوق مصر السيادي هي تجربة لازالت في مهدها. احنا بنتكلم عن صندوق عمره مقارنة بالصناديق الموجودة في العالم منخفض جدا، بنتكلم على بضع سنوات. يعني يمكن الفترات اللي فاتت الصندوق عمل فيها دراسات أكثر منها إدارة للتدفقات النقدية، ما نقدرش نتكلم على معدلات عائد مرتفعة حتى الآن قدمها الصندوق للدولة المصرية. يمكن وجود كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثر على برامج سواء الطروحات الحكومية في البورصة أو في حركة الاستثمار الأجنبي المتأثر في العالم بشكل عام. إنما إن شاء الله نأمل خلال الفترة القادمة إن الصندوق يلعب دور كبير في جذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري وتنشيط البورصة المصرية. نعم، أشكرك جزيلا دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.